عزيزي المشاهد في كل مكان تعشو في السعادة في حجم الإنسان بليالي عمان وفرش المساند بالحنان حتى تفهم ذاتك شوف تصرفاتك ادرس حركاتك وزنها بالميزان بليالي عمان عطر المداخل بالريحان بصمة الإنسان أشباب الألحان أشباب الألوان والعالم ملان بليالي عمان اضحك للزمن مع الزمان هدفنا التقليد قديم وجديد حتى البهجة تزيد بليالي عمان بليالي عمان نعزم القرابة والجيران تعشوف السعادة في حجم الإنسان بليالي عمان وفرش المساند بالحنان. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليالي عمان حيث الأزواج والزوجات يتمتعون بحياة طبيعية من حيث التعاطف والهدوء والسكينة والنزاع. مرسول الحب وين غبتي وين جيتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلفتنا تعود كيف كيف يا من دريالي لا بس مرسول الحب وين غبتي وين جيتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلفتنا دوم. سيداتي وسادتي الأسرة هي نواة المجتمع والزوج والزوجة هما عمود خيمة هذه الأسرة ولكي تكتمل سعادة الأسرة يجب التخلص من النزاع والشقاق. ترى ما هي الأسباب العامة المؤدية إلى النزاع بين الزوجين؟ هذا ما سنحاول عرضه عليكم في هذه الحلقة. معنا الآن في الاستوديو خبير الأمور المصرفية والمالية الأستاذ سامح المشطب. السبب الأول والأخير السبب المهم جدا لأي نزاع بين الزوجة والزوج هو المال. الست اللي بدها تعيش مستورة لازم ترضى وتقبل بكل شيء. هاي أنا مثلا الحمد لله عايشة ومستورة، جوزي صحيح بفطرني بوكس
وبيغديني خماسي وبيعشيني كف، بس أنا راضي. شكيت؟ لا، عايشة ولا مش عايشة؟ عايشة الحمد لله. يعني كله من ايش؟ من كلمة واحدة. بقول له مالك؟ بقول انت بتنقي. انا ما بنق. قام باللي بيده، حجر كنه حجر ولا حديد مش فاكرة، وعراسي. شكيت؟ لا. حكيت؟ لا. ما شكيت ولا رحت على مخفر ولا شيء، لانه بدي اعيش. وانا مشان اعيش بظله مستورة الحمد لله، مش لازم اشكي. وهيني ها بهالدار ساكت، لا حس ولا نس. كل اللي بسوي بسكر ثمي وعايشة بالدار، والدار الحمد لله هادية مثل القبر. خسأ يرفع صوته علي برفع صوتي عليه، يضربني بضربه، يمد يده علي بمد يدي عليه. كنت خايفة منه، أنا بصيح عليه بخاف مني، هو بخاف مني. وبعدين أنا إذا طلب الغرض الفلاني بقول له روح جيبه لحالك، بدي أكل بقول له روح جهز أكلك لحالك. ليش أنا قوية؟ بتعرفوا ليش أنا قوية؟ لأنه هو مسافر مش بالبلد هالساعة. أنا بحب مرتي إني لما أدخل تكون حامل الشبشب بإيدها اليمين ومنحنية، وأول ما أدخل حامل الدشداش بإيدها الشمال، تشلحني كندرتي، تلبسني الشبشب، ألبس الدشداش، لما أقعد على الكرسي تروح تقعد بالزاوية، تحط إيد على إيد بطاعة عمياء بكل خوف. أنا بحب مرتي إني لما أدخل على البيت لا أسمع لا حس ولا نس، عينها ما تطلع نص إنش على عيني، دائما منخفضة النظر. أنا بحب إني أطلع أنزل أروح على الدار، أروح أطش أسافر حر، ما تسألني وين كنت وين رحت وين جاي ولا كلمة. ليش؟ لأني أنا السيد المطاع في البيت. أنا كلمتي ما بصيرش كلمتين، كلمتي هي الأولى والأخيرة. هذا ما أحب في مرتي. والأخ متجوز؟ لا والله لسه متجوزتش، ما حصلش نصيب. الدار اللي بنقلي فيها من مرت ابني يلي من ورا البقر ما عاد لي قعود بيها، انا مروحه. انا قالت هيك؟ يا ريتها قالت هيك وبس. وقالت انك شاعره وجوزك هجرك وهو هجرك من قليل، خلص ما عاد لي قعد، انا مروحه. لا تقضبني، انا مروحه. هي قالت هيك؟ طيب يمه انا بورجيها، خلي. لا يما لا، ما ودي اشعللها بينكم يما، لا ما ودي.
انت على اي اساس بتهيني امي؟ ها انا ما عند امك، امك هي اللي هانتني. كيف هجتني؟ بقصيدة قالت فيها يلي مغرورة بدلالك، ظنيتي ابو زيد خالك، باكر اخليك تولي واجيب 100 بدالك. وانا بكمل عنها وبقول ورينا عرض كتافك على اهلك على دارك. يلا امشي. تطردني يا بشير؟ بترد على امك؟ بتصدقها وما بتصدقني يا بشير؟ بصدقها، امي ما بتكذب. طيب انا مفلتالك الدار ومروحه لاهلي، وتهنى بامك. سيدتي وسادتي، لكن المختصين والخبراء في الشؤون الاخرى لهم راي اخر مختلف عن المال. معنا الآن في الاستوديو خبير الضحك الأستاذ غاضب المكشر. تفضل أستاذ. السبب الأول لعدم الراحة الزوجية أو الوفاق هو قلة الضحك. هل تعلم أنك حين تضحك تسقط من عيون الناس؟ لا لا، مش تسقط من عيون الناس. اللي بدي أقوله أنه مرة في واحد، خلونا نسمع هاي النكتة من الأستاذ غاضب. لا يا أخي أنا ما بدي أنكت. مرة في واحد تزاعل مع زوجته وهجرها وانفصل عنها، وهذا الشخص بالذات هو ابن السلطان. مرض وتعب وساءت صحته، وراح السلطان بعت المنادي نادي إنه كل من يشفي ابن السلطان له نصف السلطنة وبجوز بنته. أنت عارف القصة؟ لا. وبجوزه بنته. فنادى المنادي، أجل الأطباء حاولوا ولكن مفيش فايدة، مفيش فايدة. فجاء مهرج وفقع نكتة. أما شو نكتة؟ فطست ابن السلطان من الضحك، فطس. مات؟ لا ما مات، ابن السلطان ضحك وشفي ورجع له عقله وراح لزوجته وعاشوا سبات ونبات وخلفوا أولاد وبنات وتوتة توتة وخلصت الحتوتة. فعلا أقنعني الأستاذ غاضب المكشر أن الضحك سبب وجيه في عدم وجود النزاع والشقاق بين الأزواج. خليني أحكي لك هاي النكتة يا أستاذ غاضب. في مرة واحد واقف على شط نهر وبتطلع على ساعته وبيحكي والله برافو يا محمود، برافو يا محمود. أجا واحد ثاني بيحكي له مالك يا أخ بتحكي مع حالك؟ حكى له لا، اتحديت محمود انه يغطس في المي اكثر من 5 دقائق. الخبيث صار له 2 ساعة تحت المي وما طلع. كيف هاي النكتة؟ بتصير. وانت اثبت لي انه النكتة هاي بتفطس من الضحك وتصلح لان تكون حل لاي نزاع بين اي زوج وزوجته. أنا زهقت من المهاوشة والنزاع والشقاق والخلاف. تصور إنه زوجتي أم سالم بدها إياني أظل محكوم لها، ما بدها إياني أطلع أزور أصحابي بالمضافة، أطلع القهوة، أطلع أشوف الناس، أتفسح أشم هوا لحالي. لازم أظل قاعد حدها ليل نهار وتياني أظل جنبها. زهقت يا أخي، أنا هرب أطلع. وبعدين أنا مصيري بيتي بعد 65 سنة زواج، بحق لي إني أنا أكون حر يا أخي. ما بدي مرة تحكمني. أبو سالم أنا جاي يا أم سالم جاي. لكن للطبيب النفساني خبير الحب رأي آخر مختلف كليا، الدكتور سالم أحمد. تفضل دكتور. مسموح لي أحكي هالمرة؟ ما دام الحكي بعيد عني تفضل. الحب هالحرفين مش أكتر، بالحب يسود الوئام، بالحب يزول الشقاق، بالحب يزول النزاع، بالحب يزول الخلاف، بالحب يزول الانفصال، بالحب يسود الوئام، بالحب تسود المحبة. أنا بعرف 85 سنة عمر كل واحد منهم. شو سبب استمرارية علاقتهم؟ الحب.
مستحيل. كيف مستحيل؟ 85 سنة عمرهم وبالحب علاقتهم مستمرة. بتحب تشوف وتسمع؟ أرجوك تفضل. أنا وجوزي الحمد لله دوم مستانسين، عمرنا بحياتنا ما تزعلنا. أنا دايما باخذ رأيه بالأمور وهو باخذ رأيي بالأمور. أنا هدفي الأول والأخير إنه يكون سعيد، وهدفه الأول والأخير إني أنا أكون سعيدة. أنا دائما بتمنى له يكون مرتاح وبعمل على خدمته، وهو بتمنى لي أكون مرتاح وبعمل على خدمتي. من وإحنا من يوم ما تجوزنا لليوم الحمد لله ما تزعلنا ولا طلع صوته علي ولا طلع صوتي عليه. أنا وياه مثل العسل، دائما هادين، ما بنتقاتل لا شقاق ولا نزاع. بس بيخص لوحد بينا ما هي منيحة، احنا الاثنين كذابين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما يطلبه المشاهدون. فريد الأطرش أول مطربي حلقتنا لهذه الليلة. من 6 إخوتها إلى 7 إخوتها، ومن 5 إخوتها إلى 9 إخوتها، ومن كيداهم إلى غيظاهم وخنقاهم، ومن هدى حبل الغسيل إلى سلمى إبرة مصدية، مع فريد الأطرش وأغنية يا عواز الفلفلو. السبب اللي دفعني لكتابة أطروحة الدكتوراه عن الحموات وأثرهن في النزاع والشقاق هو إنه أنا حماتي كتير كانت تتآمر علي حتى تفصل بيني وبين زوجي. والرسالة مكونة من 3 أجزاء. الجزء الأول يتحدث عن الحماوات في بداية علاقتهن بالبنت، ثم الحماوات بعد الزواج، ثم الحموات إذا في حالة العيش مع الزوجات. هذا هو السبب اللي دفعني. أنا خبرتي مع حماتي أعطتني حياة غنية جدا، وبهالمناسبة سببت لي مكسب اللي هو كتابة رسالة الدكتوراه عن الحموات. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. حديثنا الآن عن العمارة، حيث كان الجد يقول لابنه: روح يا ابني الله يحط كل فلوسك بعمارتك، يعني تروح بالعمارة. ضيفنا لهذه الحلقة المهندس سالم محمود سالم، الخبير في فن العمارة والبناء. تخصص العرب منذ القدم في بناء العمارة والتطور والبناء، في ونحن الآن في مرحلة من البناء والتطور تستدعي دراسة العمارة بعناية، حيث نأخذ بالاعتبار ماضينا وتراثنا العريق في العمارة من حيث الشكل والمضمون، حيث انتشرت التصاميم القديمة عبر أرجاء العالم واقتبست عواصم الدول الأوروبية عمارتنا في العصور الوسطى والحديثة، خاصة عمارة البيوت والمساجد ودار الإمارة والمدن، حيث أن مدننا القديمة
عفوا، حيث أن مدننا القديمة بنيت وقد أخذ بالاعتبار كافة التسهيلات من مجاري ومياه وإضاءة وإنارة وما إلى ذلك. فالمتطلع إلى قصور وعمارات الأندلس وخاصة منها الحمراء والمياه ومجاريها والحمامات القديمة ودور الإنارة وقلاع الأندلس ما تزال شواهد على قمة الإبداع في هذا المعمار، خاصة قصر الحمراء الذي عرف أجدادنا وآباؤنا العديد من أمثاله وأحسن استخدامها، مع أننا الآن نحاول جاهدين بناء مجاري حديثة، نأمل أن تستكمل هذه المجاري لتنهي كافة المشاكل الصحية المترتبة على عدم إنهاء هذا المشروع الكبير الحيوي. إذن وبناء على ما سبق نستطيع أن نستنتج أن فن العمارة الحديث يجب أن يعتمد على ما هو قديم، أي يجب أن نقتبس الأساليب القديمة لبناء العمارة والمجاري الحديثة. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر المهندس الأستاذ موسى سالم على هذا اللقاء الممتع. شكرا وإلى اللقاء. المشاهدين مع المسلسل اليومي المعاناة. حبة فوق حبة تحت، حبة فوق حبة تحت، يلي منيح اللي جيت. بياع البصل اجى يطالب حق البصلات اللي جابها امبارح، بياع البطاطا طلب حق الكيس اللي جابه قبل 7 ايام، والصيدلي تلفن قال بده حق الدواء، والحليب كمان اجى بيع الحليب اليوم وعشان ما اعطيناهوش مصاري قال وين جوزك يدفع حقه، اخذ الحليب وروح. انا اعاني. سلامتك، معك مغص؟ انا اعاني فكريا وانت بتقولي حليب وبصل وبطاطا. فكرتك بخبر. العالم كله على حافة الهاوية وانت بتقولي بصل. يمكن تصير حرب نووية وانت بتقولي بطاطا. لو قامت حرب نووية الا غير تشتيها هالبندورة والبطاطا هذول. اصلا انا غلطان اللي قبلت اتجوزك، كان لازم اقول لابوي لا. انت بس شاطر تقول لا لمرتك، اما دايما طاشش وتقول ونعم لاصحابك، دايما طول الليل كل يوم طاشش مع اصحابك، وايش شاطرين قر 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 حكي 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 حكي. احنا بنحكي بنظريات ادب علم فن، بنناقش اخر تطورات العالم. وحق الحليب، حق الحليب انتي ما حكيش خبر اني اكتشفت اليوم نظريه
نظرية اسمها نظرية المد الغازي. الغاز، جنينة الغاز خلصت اليوم الصبح وبدنا جنينة جديدة. أنا بتكلم عن أصل الكون، عن الغاز اللي بتمدد فوق وبشكل نجوم وكواكب. فوق فوق فوق، دايما انت فوق فوق فوق، ونفسي مرة تنزل تحت، عينيك تطلع على الأرض، أولادك أولادك بدهم بلطنونات وقمصان وجرابات جديدة. أنا خلص خلص مش قادر أتحمل، لازم أتخلص من المعاناة، لازم أتخلص من المعاناة. أصلاً أنا عايش مع وحدة جاهلة. أقول لك أنا بدي أريحك، أنا مروح لأهلي. أصلاً أنت مش موجودة في فكري، وأصلاً أنت مش موجود في دارك. أنا مش قاعدة لك في هالدار، أنا مروحة. وجودك وعدم وجودك سيان، وجودك وعدم وجودك واحد. أنا اللي داري حالي عالبيت لحالي، أنا مروحة لأهلي، بدي أريحك. أنا أعاني وأنا مروحة. ولعلمك أقول لك، لعلمك إذا بدك تعمل لحالك ساندويش، اعمل ساندويش بدون حشوة. إذا بدك تغلي لحالك، بدك تغلي لحالك فنجان قهوة، اغلي لحالك فنجان قهوة بدون غاز. خليك ارتاح بنظرية المد الغازي يا أبو مد غازي. ويل لمن سبق تفكيره زمنا. أشواق لفراق لفراق لفراق، ما غير علينا فراق. أشتاق أشتاق أشتاق، وأسأل عنكم الأشواق لفراق لفراق لفراق، ما غير علينا فراق. عساكم ما نسيتوني، عساكم عسى ما مر هوا غيري وخذاكم. نطر هواكم ناطر، نطر ولاني قادر. نطر هواكم ناطر، نطر ولاني قادر. ما نقول غير الله، الله يكون بعون كل العاشقين. شوف تصرفاتك وادرس حركاتك وزنها بالميزان بليالي عمان.